أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري إرسال مساعدات إنسانية لأفغانستان جراء الزلزال العنيف الذي تعرضت له الدولة الأسبوع الماضي، وذلك استكمالا لمسيرة جمعية الهلال الأحمر في دعم الشعب الأفغاني لتقديم رسالة تضامن ومساعدات إغاثية. وقال المدير التنفيذي للهلال الأحمر رامي الناظر، قال إن المساعدات تضمنت مستلزمات طبية ومعيشية، مشيرا إلى أن المساعدات تأتي انطلاقا من الدور الإنساني للهلال الأحمر للدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به الجمعية، مؤكدا أنه تم تنسيق إرسال معونات إغاثية لدولة أفغانستان ضمن فريق عمل يتبع الجمعية إلى دولة أفغانستان. كنا تلقينا الفترة السابقة نداء استغاثة من جمعية الهلال الأحمر الأفغانستاني لمساعدة الشعب الأفغاني، وتم إرسال شحنة من المواد الإغاثية إلى دولة أفغانستان تشمل على المستلزمات والمستهلكات الطبية بحكم إن احنا في أزمة كبيرة جدا وهي أزمة كورونا، بالإضافة طبعا إلى الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بها دولة أفغانستان. واستكمالا للمسيرة وبحكم كون جمعية الهلال الأحمر المصري عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ممثلة في مجلس الإدارة ومعنية بالمسائل الإنسانية على مستوى العالم، عرفنا أن في زلزال حصل في أفغانستان، فإحنا في الفترة اللي فاتت قدمنا مساعدات طبية عبارة عن جوانتيات ومستهلكات طبية زي الملايات والحاجات اللي بيستخدموها المرضى أول بأول باستمرار بتتغير، مستلزمات نظافة شخصية. الحاجات دي كلها قدمناها، كانت وصلت عن طريق الطيران ووصلت لدولة أفغانستان. النهاردة بنقدم لهم مساعدات إغاثية عبارة عن مراتب وبطاطين وأواني طعام والحاجات المهمات الإغاثية اللي بيستخدموها في المنازل عشان يقدروا إن هم استعادة للحياة بشكل عام. احنا بنتابع خلال 24 ساعة 7 بنتابع كل اللي بيحصل هناك كأزمات. طبعا احنا اول ما الفريق بيتحرك بنشوف هو احتياجاتهم ايه هناك، لان احنا بنتابعهم بصفة دورية بالفريق لما بيتحرك، سواء بنعمل لهم بنشوف لهم الطقس هناك اخباره ايه، بنعمل لهم كل حاجة هم محتاجينها سواء بنزينات ATM اي حاجة هم بيحتاجوها هناك بنكون مجهزها لهم قبل ما يسافروا بالفريق. بنتابع الفريق معاه اول بأول بتحركاتهم بكل حاجة.